الحياة ما بتعرفش المنح المجانية. بتخاف من المجهول؟ مين ما بيخافش منه؟ اللي بالشكل ده. انما ما بخافش، ماليش دعوه بالغيب. يعني ماليش دعوه ايه اللي جاي، اللي جاي ده بايده سبحانه وتعالى. والزمن، بتخاف من الزمن؟ انا بس اهم حاجه عندي اني ما بقاش تقيل على حد لما الدنيا تبوظ بقى، اللي هو بعد ينسى بقى والزهايمر وعدم الكنترول على نفسه. مش عايز اضايق حد ومش عايز ابقى تقيل على حد. حكم قناع البيع خلاك محترف خساره، خساره اشخاص، خساره فرص. الخساره عموما بقت شيء احيانا بتستثمر فيه. الخساره؟ مين يستثمر في الخساره؟ لا، لما بيبقى في خساره ساعات بتبقى خساره غصب عن الواحد فبيزعل، وساعات بتبقى في خساره الواحد يقول لك الخساره دي مكسب. حكم قناع البيع. اللحظة اللي اتعلمنا ان دي لحظة بيع، دي لحظة نبيع فيها. طبعا مرت عليا قبل كده في موقف مع حد من الوسط، كان في خلاف بيني وبينه كبير وظهر على السوشيال ميديا، ولو كنت كملت في اللي انا فيه، في ان انا اخد حقي منه، كنت هخسر. فكان تنازلي مكسب. خسرت المعركة لكن كسبت حاجات اهم. ما خسرتش المعركة قوي، برضو ترد لي اعتباري وتم الاعتذار ليا، انما افضل من ان انا كنت اخد موقف حد جدا يخسرني جمهور كتير. حكم قناع العنجهية خلاك تودي شيرين عبد الوهاب الاسم عشان تكييف نقط مية. بصي، هو موضوع خلص. بس هو ما كانش تكييف نقط مية، كان في رخام وقع وهي كان في رخام وطوب بيقع من فوق، وولادي بيلعبوا في التراس ده، ممكن حد يتعور. فعادي لما اعترضت وزعلت يعني، وكان بلوم، كان رد الفعل كان شويه زياده، فما قدرتش استحمله. ما بتعرفش تتغاضى ولو حتى بحكم قناع الزماله؟ بتغاضى في حدود، انما اكتر من كده يبقى اسمه تنازل واهانه، وانا لا اقبل لا التنازل ولا الاهانه. ممكن تنازل بمزاجي، انما لا اقبل الاهانه. شريف منير عايز فن مشروط. الرقابه والشروط والحاجات دي بتبقى جوه الانسان نفسه، هو بيبقى عارف انا عندي حدود جوه نفسي ما بحبش اتعدى. بس ما تقدرش تطبقها على الاخر، وخصوصا ان حريه الابداع المفروض انها مكفوله. انا فنان، من حقي اقول رايي في اي فن يتعمل حواليا. من حقي، مش مهم. برضه من حقي، من حقي اقول لا، من حقي اعترض، من حقي اقول لا مش عاجبني، من حقي اقول لا ده شكله كده بيسيء ليا او لبلدي، من حقي اقول. حكم قناع الدكتاتوريه خلاك تطلب من زوجتك الجديده انها تخدم زوجتك الاولى في مرضها. بالمناسبه انا احب اقول حاجه، لان في حاجات زادت وخدت اكبر من حجمها. مرات الله يرحمها، الله يرحمها، ام ولادي مدام ناهد، لما كانت تعبانه، أنا مراتي الحالية راحت زارتها مرة واحدة بس لمدة ربع ساعة، وما كانتش صاحبتها، لأن الناس قالوا إيه دي صاحبتها. لا، ما كانتش صاحبتها ولا تعرفها. نمرة اتنين، ما خدمتش حد خالص، ما حصلش الكلام ده خالص. جه منين إنك طلبت منها وخليتها تخدمها في مرحلة مرضها؟ من السوشيال ميديا اللطيفة بقى. برضه، والناس بقى اللي بيحبوا يخترعوا ويتكلموا ويقولوا. إنما أنا زوجتي الحالية يعني تعاطفا راحت معايا مرة، قعدت 10 دقايق بالظبط ومشيت وبس. تسميه للقناع اللي بحكمه قدرت تدخل قصة حب جديدة وتحب وتتزوج، وزوجتك الأولى مريضة في حالة هي فيها بتودع الدنيا. ما حصلش الكلام ده خالص. ما قابلتش زوجتك التانية خلال فترة مرض زوجتك الأولى؟ الله يرحمها، الله يرحمها، كانت في عز عنفوانها وصحتها،
وعيت بعد جوازي ده بكذا سنة، فأنا ما ارتبطتش بحد ومراتي عيانة، لأن أنا مانيش بالقسوة دي ومانيش بالشكل الوحش ده. إحنا كان في خلاف بيننا وأنا خيرتها إن هي ننفصل، قالت لي لا أنا ما بنفصلش. طب أنا هتجوز؟ قالت لي حقك. وولادي عرفوا الكلام ده وكانت حياتي ماشية، ولما هي عيت مراتي الحالية راحت زارتها ومشيت بس، ورجعت تعافت تاني وبقت كويسة بعد ما خدت الكيماوي، وكانت هي وولادي بيجوا لي كل يوم جمعة في بيتي وبنقعد مع بعضينا بناكل وبنتغدى وبنقضي اليوم، والحياة مشيت عادية جداً. بعد كده العيا زاد، أنا مانيش بالقسوة دي.